عمرو دياب يحطها في المرمى. قوية هدف حلو ضيع الأولى عطفها في أقل من دقيقة وبالتالي خلص الفارق. شوف اللعبة، شوف التسديدة، كرة حدفاء عند ذياب حوالي، يمر ذياب يسدد ذياب، جول ذياب. يا سلام يا ذياب عوالة، مجهود خرافي، مجهود فردي كبير من البداية، وين خطها؟ شوف تقدم وانفرد وسجل ذياب عوالة في الدقيقة 51، هدف جميل. عامر هيا بينية، ذياب يحطها، جول من عامر البنياسي إلى ذياب البنياسي الآخر، متفاهمين عليها في أقصى الزاوية اليمنى على الحارس حسين شيعان، والكرة تعادل للشباك بحرارة. شوف ذياب والآن ذياب عوانة يتسبب بركلة جزاء، وهو الآن رايح للتسديد.